بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية. أهلا بكم في حلقة جديدة من الصحة والأسرة والمجتمع. زي ما عودناكم في البداية، تحياتي وفريق العمل، ولحن البداية مهداة من فريق عمل اليوم من الصحة والأسرة والمجتمع. كونوا متابعين معنا وأكيد متواصلين معكم عبر فقراتنا لهذا الصباح، تابعونا.
تحية لكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، مازلنا متواصلين معكم عبر هذا الصباح ومساحات مختلفة من برنامجنا الصحة والأسرة والمجتمع. أهلا ومرحبا بكل انضمونا من جديد عبر المتابعة. تحية لكل اللي بتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، أهلا ومرحبا بكم. ولا فقراتنا لهذا المشوار صحتك، كونوا متابعين. تحية لكم من جديد مشاهدينا، ورحبوا معي بضيفتنا اليوم عبر فقرة صحتك. أهلا بك دكتورة علاء محمد حمد، اختصاصي علم الأدوية بوزارة الصحة الولائية. أهلا ومرحبا بك، صباحك خير. أهلا، صباح الخير يا سارة، وصباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين وعلى التيم العامل، وأهلا بكم. أهلا بك دكتورة، نحن سعيدين جدا أنك تكوني معنا. ممكن موضوعنا الليلة يعني مهم شديد اللي عايزين نتكلم فيه معك، وهو يمكن يعني كل زول فينا لو ما حس به يوميا يمكن يوم بعد يوم، كل زول ممكن يكون بيشكي من ألم مختلف. يقول لك أنا متألم، صداع، ألم في ضرسي، ألم في معدتي. المهم لازم يكون زول عنده ألم، وشو وبتبقى حاجة روتينية كمان، يعني زول لازم كل يوم يشكي ويقول إنه هو عنده ألم. في ناس بيكون ما عندهم ألم لكن بياخذوا المسكنات بصورة يومية، يعني حاجة ثابتة عندهم. فنحن من خلال الليلة عايزين نعرف الألم هو شنو، ومن خلالك عايزين نعرف كمان مدار المسكنات يمكن في خلال محاورنا معك. لكن بداية خلينا نعرف الألم، ما هو الألم؟ جدا الألم هو حاجة كويسة، يعني عكس ما الناس بتفتكر الألم حاجة كويسة. كويسة ليه؟ لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي بتنبهنا إنه في حتة معينة في جسمنا حاصل لها ضرر. فالألم هو الحاجة اللي أنا من خلالها أنا ممكن أعالج مشكلة حصلت في حتة معينة في جسمي. هو والله حاجة يعني ربنا يعني أدانا ليها عشان شنو؟ عشان الزول يعرف إذا جسمه فيه مشكلة فيها تمكان ويعالجها عشان ما تتفاقم وما تزيد وكده. فهو عشان كده إحنا نقول إنه هو سيادة الجسم الطبيعية اللي بتحافظ على توازن الجسم، اللي بتخلي الجسم يكون متوازن، وإحنا لازم نعالجه. بس الألم مشكلته وين؟ انه يعني انت بتكوني متألمة من حاجه، الالم مزعج بيعمل توتر وبخليك انت مجهد ومرهق، ممكن يزيد ضربات القلب. الحاجه اللي بتشكل مشاكل لفئات معينه من الناس اللي هو انه بيزيد الكورتيزون. لما يزيد الكورتيزون الناس اللي عندهم ضغط ممكن ضغطهم يرتفع، والناس اللي عندهم سكر السكر بتاعهم بيرتفع. اي هو فعلا منبهني انه في حته معينه فيها مشكله انا مفترض اعالجها لكن عنده مضار، وبالتالي انا لازم اعمل له معالجه. يعني هو لازم حاجة أنا أعمل لها كنترول. هو نوعين طبعا الألم، عندنا ألم حاد وألم مزمن. الألم الحاد ده بيجيك فجأة، لكن الألم المزمن ده اللي بيكون قاعد معك لفترة طويلة، يعني نتيجة لمرض معين أو حاجة معينة مثلا زي الصداع النصفي. في أمراض مثلا بتسبب لك ألم لكن الألم بتاخذ فترة طويلة يعني معك في مراحل حياتك. نعم. طيب خلينا نشوف كيف بنعرف أو نشعر بالألم. مثلا إذا مثلا مسكنا الجلد الطبقة الخارجية من الجسم فيها خلايا عصبية، خلاص مجرد ما مثلا جاء محفز كيميائي، يعني اتحركتي بحاجة موية نار مثلا ولا كده، ولا حاجة ميكانيكية مثلا زي اتحركتي بكبريتة ولا ضربتك حاجة مثلا ولا سخانة شديدة، الحاجات دي كلها بتعمل شنو؟ بتصير خلايا عصبية معينة في الجلد، في اي حتة في الجسم. الخلايا العصبية دي بدورها بتقوم بترسل رسائل عصبية للنخاع الشوكي. النخاع الشوكي بيرسل رسائل عصبية للدماغ بتقوم بتترجم لك انت بشكل احساس بألم. خلاص دي بالنسبه للالم الحاد. ممكن يلا الالم ده لو كان مثلا افرض انه في المعده، في الامعاء جوا، في الكلى، اي عضو جوا بنحس به. وكيف ما في خلايا عصبيه، ما في جلد هناك خلاص يعني، لكن شنو الحته المتالمه بتقوم بتفرز مواد معينه، المواد المعينه تنبه افراز وحدات ثانيات اللي هي سلسله كده بتاعت رسائل عصبيه بتبدا من افرازات كيميائيه لحد ما تصل الدماغ وتنبهنا للالم. بس نعم. الآلية بتختلف يعني. نعم. طيب مرات بتحدث مثلا ضربات أو حاجة زول ما بحس بالألم في وقتها، بحس بالألم في وقت متأخر، دي بكون المشكلة وين؟ يلا ما هي الضربة أساسا في ساعتها، لو ما ألمتك شديد معناها ما حاجة مؤذية. خلاص لما تحس بالألم ليتر أون معناها شنو؟ معناها هي الضربة دي عملت التهاب في حتة تحت الجلد. خلاص الالتهاب ده هو اللي بيرسل لك عشان انت تحسي بالألم. الضربة في حد ذاتها قد تكون شنو؟ قد تكون ما مؤلمة شديد، لكن شنو؟ قد تكون سببت خدي، سببت جرح، حاجة يعني في ساعتها ما ألمتك لكن دخلت فيها بكتيريا، جه فيها تراب، بعد ذاك حصل فيها التهاب. بعد ما يحصل الالتهاب حتى الجسم يحس انه في حاجة ما طبيعية وينبهك ليها، عشان كده الإحساس بالألم ممكن في ساعته بعد ما يحصل الضرر.
نعم. طيب هنالك يعني أنواع عديدة من الأدوية المستخدمة لتسكين الألم، فخلينا من خلالك نعرف ما هي الأدوية المسكنة والمستخدمة لتسكين الألم. طيب احنا عندنا 3 أنواع رئيسية من الأدوية بتسكن الألم، خلاص؟ في مادة الجسم بيفرزها، هي دي المسؤولة عن إحساسنا بالألم، اسمها البروستاجلاندين. خلاص؟ الأدوية دي عندي 3 أنواع، في نوع بيقوم بيعمل شنو؟ بيوقف لي إفراز بيوقف لي الإنزيم اللي بيفرز لي المادة دي. المادة دي أنا ما أي حاجة عندي في جسمي سبحان الله ربنا خالقها يعني بتقنية وسلاسل كده يعني كيميائية ومعادلات كده صعبة خلاص. فأنا لما أتألم من حاجة بيقوم الجسم بيفرز لي مادة اسمها البروستاجلاندين. عن طريق شنو؟ عن طريق إنزيم يحفز إنزيم يحفز إنزيم لحد الإنزيم الأخير يخليها تطلع. فالنوع الأول من الأدوية بوقف لي الإنزيم اللي بيفرز لي البروستاجلاندين ده، خلاص؟ لما أنا أوقف الإنزيم اللي بوقف إفراز المادة بالتالي أنا ما هحس بالألم. اللي هي دي زي منو؟ زي ناس البنادول، زي ناس الأسبرين، زي ناس البروفين، خلاص؟ ناس التاكس والفوتريكس اللي هي ديكلوفيناك والجماعة ديلا، ناس حبة البرتغالية كمان ما بنحتها ما بنوم ذاتها. فدي كلها إحنا بنوقف إفراز الإنزيم. النوع الثاني هو شوية خطر اللي هو الأفيونات. الأفيونات دي ناس الهيروين والمورفين والبسيدين والجماعة الكبار والكوكايين والجماعة ديل ده طبعا بيقتلوا الإحساس بالألم، بيقتلوا تماما لأنه بيقتلوا الخلية اللي بتحس بالألم ذاتها. يعني ده ديل أخف شوية، ناس اللي قلتهم أول النوع الأول ناس الأسبرين والجماعة ديل أخف شوية. ليه؟ لأنه بوقفوا إنزيم، متى ما أنا ما بريتهم بيحصل شنو؟ الإنزيم بيرجع بيشتغل تاني خلاص. لكن ديل بيقتلوا الخلايا، بيدمروا خلايا عشان تتخلق لي خلايا جديدة بحتاج فترة أطول عشان أنا أرجع طبيعي واحتمال أحتاج معالجة. ده إذا ما كان استعماله عن طريق طبيب ولعلاج. يعني أنا مثلا ناس الأسبرين والبنادول والجماعة ديل هم بنسميهم إحنا بالعربي كده مضادات الالتهابات غير الاستيرويدية. يعني هي ما كورتيزون لكن بتوقف الالتهابات. فالنوع ده من الحبوب إذا اتكتب عن طريق الطبيب هو علاج، طبعا علاج للرطوبة وعلاج لألم من أنواع مختلفة لكن في فترة معينة ما يزيد عنها عشان شنو؟ أنا ما أدخل في مشاكل تانية. النوع الثالث اللي هي علاجات الاكتئاب، دي بترخي الخلايا كلها، بتهدي الخلايا كلها وبتوقف الرسائل العصبية وبتنقصها، وطبعا دي برضو هدية بيحصل فيها إدمان كمان، دي مشاكل تانية. وبرضو بتتصرف إلا عن طريق طبيب صح؟ لا لا لا، دي بتتصرف خالص إلا عن طريق طبيب. إلا عن طريق طبيب. حتى ناس المورفين والجماعة دي يعني برضو إلا الإنسان الطبيعي إذا أخذها بيحصل شنو؟ أنت إذا أساسا ما عندك حاجة يلا شوفي سبحان الله، إحنا عندنا مسكنات للألم طبيعية ربنا أدانا ليها. يعني ناس أنا مثلا قولي أنا مرهقة، لو مشيت رقدت كده شويه ارتحت جسمي بيفرز مواد كده طبيعيه ابيض طبيعيه دي بتهدي حده الارهاق والالم اللي انا حاسه بيه. صح. لما انا القاها جاهزه تدريجيا الجسم ما محتاج يفرز حاجه صح. بقوم بوقف انا اساسا يعني خلقة الله الخلقه فينا الحاجات اللي اصلا الجسم بيفرزها بكميات بسيطه وكفايه احنا محتاجين لها. لما انا اخذ دواء جاهز من برا بقوم شنو؟ بقوم بعمل يعني تظبيط للحتات في الجسم اللي بتفرز لي الحياة دي طبيعيا. خلاص بعدها كان لو بقيت مرتاحة زمان لما أكون مرتاحة وأجي أرقد شوية شوية جسمي بيفرز المواد اللي أنا محتاجة لها دي وخلاص. يعني لما كنت تعبانة سوري أكون تعبانة وأجي أو عندي صداع خفيف مثلا وأجي أخذ راحة شوية في جسمي شوية شوية بقدر يتغلب عليهم. صح. لكن لما أنا أتعود على الحبوب المواد الجسمي كان بيفرز عشان تساعدني هكون أصلا وقفتها ما هي جاهزة الجسم يفرزها ليه؟ هي قاعدة أساسا أنا ماخداها جاهزة فالجسم ما حيفرز حكون دمرت الخلايا. الخلق الله عشان شنو؟ عشان هي تساعدني انه انا اكون يعني شويه نشيطه والالم يروح براه وكده. فدي يمكن اكبر ضرر، اكبر ضرر انه انا تاني ما بقدر اي شيء الا عن طريقه طبعا بتعالج لكن بسيكون طويله يعني. ايوه نعم. خلينا نشوف برضو طيب ما هو اسرع المسكنات. صداع المسكنات ده هو شنو؟ اول صداع المرتد بنسميه. انا تعودت يا اخي اخذ المسكن مثلا انا يعني خلاص انا باستمرار كده لمده تقولي 10 ايام، 10 ايام بس كفايه عشان تعمل لي الصداع ده. 10 يوم ورا بعض انا باخذ حبه مسكنه خلاص. انا لو جيت وقفت الحبوب دي بحس بارهاق وفتور في جسمي. لو انا اخذت العلاجات دي لمده مثلا 2 3 شهور انا لو وقفتها ممكن اشكي من صداع ما يتعالج بسهوله نهائي. يعني انا ممكن بعد ما انا وقفت لو اخذتها مثلا 2 3 شهور متواصله انا باخذ في المسكنات يومين انا وقفت بجيني صداع. الحكايه دي مناسبه كثيره خلاص انت بتلاحظي مثلا تقول لك عندي صداع شديد خلاص يكون الزول متعود له فتره يقول لك عندي رطوبه باخذ في الدواء بتاع الرطوبه وشنو صح. شنو فبيقول لك صداع ابي يروح اي حاجه عملتها له ابي يروح. الصداع ده احنا بنسميه صداع المرتد اللي هو جسمك انت فجاه سحبتي منه الدواء اللي هو متعود عليه.
احنا زمان مش قلنا عندنا حاجات طبيعية الجسم بيفرزها؟ الافراز توقف خلاص، بعدك الجسم كان ردة فعل متعود على حاجة معينة. احنا مع اساسا الدواء ده بيدخل الجسم عندنا حاجة اسمها القفل والمفتاح. تخيلي معايا شكل الكالون بتاع المفتاح والمفتاح ذاته لما يجي داخل ده الدواء لما يدخل حتته في الجسم دي واحدة من الموديل اللي بيشتغل بيها. جاء الدواء ده تخيلي هو ده القلم ده الدواء ودي هنا الخلية اللي بيدخل فيها، جه هنا ودخل والخلية قفلت عليه كده. الخلية دي انا دي الخلية المسؤولة مثلا عن التسكين كده سكنت لي الصداع. الخلية منتظرة الحاجة اللي جاية جاهزة من برا دي وما جات، الحصل شنو؟ بقى الجسم في حاجة فاقدة، الأنظمة ما منتظمة ما مرتبة. فالحكاية دي بترجمة لك للمسكنات في شكل صداع، احنا بنسميه صداع المرتد خلاص. يلا الصداع ده انت اذا اخذتها لشهور بتحتاج تصبر 10 يوم اسبوع 15 يوم تتحمل الصداع بعدك بيروح. لكن لو اخذتها سنوات انت عشان توقفها لازم توقفها تدريجيا، يعني مثلا تستعملها 3 يوم توقف يوم خلاص، ثاني تستعمل لمدة شهر، ثاني تستعمل يومين توقف يوم شهر، ثاني ثاني تستعمل يوم يوم وتوقف يوم برضو شهر، يعني عشان تسحبه ممكن تكون محتاج لست شهور عشان انت تسحبه تمام من جسمك من غير ما تتعرض. زي الناس المدمنين، شفت المدمنين؟ مش المدمن لما يجي مثلا ما يلقى البودرة بتاعته والحاجة اللي استعمال بتعطاها دي، شفت يعني الحاجة اللي ممكن تحصل له ده صح. الصداع ذاته في حدته هل بيحصل للناس الأدمن المسكنات لسنوات دي بس في المسكنات ولا في ممكن تكون في أدوية تانية؟ يعني ناس في ناس بيكونوا طبيعيين بيقوموا بياخدوا مثلا الأدوية بتاعت النزلات دي سواء كان فلوتاب ومسميات ترايفت بلس وكل الأدوية دي، فبيقوموا بياخدوا بيقول لك الحبة دي أنا لو بلعتها بتخليني أنوم بتخليك تنومي عارفة ليه؟ لا أساسا هي فيها مادة مضادة للهستامين. يلا شفتي دي ده موضوع بركة ما نخليه. دي فيها ادمان عديل، مضادات الهستامين دي فيها ادمان عديل. شفتي مضادات الهستامين دي اخطر من المسكنات. لانه انا بدي حلقه لي واحده براها ونيجي نتكلم عنها لانه انت عارفة في ناس كثيره جدا بتستخدمها ما بتكون عندها حاجه انت عارفه للنوم. انت عارفه احنا الحاله بتاعت الناس الانتستين ودول القحه والجماعه دي بنسميهم ادمان لغير المخدرات، دي ادمان قائم بذاته يعني عرفتي. فاحنا فعلا ممكن نفرد لها مساحه براها لانه موضوع طويل وبطريقه مختلفه واخطر من ديل. ما في مشكله احنا حنفرد لها مساحه. خلينا نشوف برضو دكتوره آلاء ما هي اضرار الافراط في استعمال المسكنات. ايوه يلا انا ابدا لك من الجسم ده حته حته. ابدي معي مثلا احنا بدنا بالراس قلنا صداع صح؟ نمشي تحت الثاني بعدين ولا شنو؟ عندنا المريء والمعده والاثني عشر. نعم احنا قلنا الادويه دي اساسا بتوقف حاجه اسمها البروستاجلاندين. لحكمه من رب العالمين البروستاجلاندين ده هم مسؤول داخل في تكوين الماده المخاطيه اللي بتغلف جدار المعده بجوا اللي بتمنع حدوث القرح ده البروستاجلاندين خلاص. في ماده مخاطيه مغلفه لجدار المعده بجوا هي اللي بتحمي المعده من القرحه صح. احنا وقفناه اخذنا المسكن ووقفناه اللي هيحصل شنو؟ اول حاجه قرحه قرحه مضمونه دي. مبروك 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 زي استعمل مسكن حتجيب وفي 2 3 يعني. يلا الحاجه الثانيه شنو؟ عشان كده اسي الدكاتره الزول مثلا عنده رطوبه مزمنه طوالي بدوه حاجات شنو للمعده بدوه طوالي معها ادويه لشنو؟ عشان مثلا وحدات مثلا يكثفوا الجدار بتاع المعده، وحدين يقللوا افراز الحامض بتاع المعده. المعده ذاتها بتفرز حامض، الحامض ده لو ما لقى جدار المخاطضه بيبدا شنو؟ بيبدا ياكل الجدار بتاع المعده ذاته عرفتي؟ غير الاكل اللي فيه مشطه وغير الدهون الثقيله وغير الحبوب دي ذاتها، غير الحبوب دي ذاتها هي بتعمل قرحه عرفتي؟ كان ممكن يعمل لها قرحه في المعده في الاثني عشر. ننزل للكبد. الكبد دي احنا اساسا شغلها هي شنو؟ الكبد دي عندها الانزيمات الهاضمه. الدواء ده انا بلعته بيقوم في المعده ولا في الامعاء حسب يعني التكوين بتاعه بيقوم شنو بيحصل له امتصاص بيمشي الدم، من الدم بيمشي الكبد. في الكبد بيتم تكسيره للمواد الجسم محتاج ليها كاتويه والفايض منها بيمشي تاني عشان شنو يمشي كده بيحصل له اخراج او يخرج عن طريق الامعاء. اللهم الكبد بتوظفه. انا حارهق الكبد شديد. لقوا انه حتى البنادول، البنادول ده بالنسبه هو يمكن يكون امن واحد في الجروب ده في الجرعات الطبيعيه اللي هو مسموح طبعا لحد 4 جرام في اليوم. 4 جرام دي اللي هي الحبه ال 500 ملي جرام دي 8 حبات في اليوم اللي هي شنو؟ لكن كيف حبتين كل 6 ساعات او لكل 4 ساعات لكن ما ازيد عن الثمانية. لقوا انه حتى وزين الثمانية دي بتحصل تسمم الكبد، هي اسمه احنا بنقول الهيباتوتوكسيسيتي او تليف الكبد يعني حتى في جرعة البنادول العادية. لدرجة انه هسه حاليا في دراسات بتشير لانه احتمال يتسحب من الاطفال البنادول ده حتى البنادول لانه شنو حتى جوا الجرعة المسموح بها هو عنده مشاكل خلاص. فهي بتأثر على الكبد ليه؟ لانها بترهق ذاتها غير انها بتأثر على الانزيمات بتاعت الكبد. نمشي للكلى. البروستاجلاندين ذاتها البروستاجلاندين احنا هنوقفها دي فيها شنو؟
هي بتقوم بتعمل شنو؟ عندها شغل في الأوعية الدموية المسؤولة عن التصفية بتاعة الجسم، التصفية الدموية بتاعة الكلى، شغل الكلى الرئيسي. فهي عندها شغل في توسيع، في إنها تكون وازعة مرتخية عشان شنو؟ الدم يمشي عن طريقها وتحصل تصفية. لما تكون ما فيش هيحصل شنو؟ هيحصل تقبض وما هتحصل تصفية. صح. خلاص؟ فهي عندها تأثير على أي حاجة، على أي حاجة. الناس اللي عندهم أزمة برضو بتأثر عليهم، ممكن تسبب لهم أزمة إذا هم قابلين ليها. تأثر زول الأزمة بيقول لهم ممنا ديبروفين، لو لاحظتي؟ صح. ليه؟ لأنه بتضارب مع الأزمة، بيضيق النفس. للناس الأساس عندهم أزمة واللي عندهم هيستوري يعني في العائلة، أبوه حبوبتك جدك اللهم يعني أهلك عندك زول فيهم عنده، ممكن تجيك. نعم. يمكن دكتورة لا انت ذكرتي انه المسكنات بعد المسكنات عندها اضرار بامراض ثانيه، اكيد في برضه يعني زي الازمه زي ما ذكرتي اكيد في امراض ثانيه برضه ممكن تكون بتاثر معاها المسكنات، نحن حنشوفها لكن بعد ما نهدي للمشاهدين ولكن اللحن الجاي ونرجع نتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، نسمع ونرجع نتواصل، كونوا متابعين. زيك يا القمر والله احلى من القمر، عادي زي يا القمر والله احلى من القمر، عادي زي يا القمر والله احلى من القمر، اه زي يا القمر والله احلى من القمر. للريح والنظر يا حلوة يا ست البنات، يا متعة للروح والنظر يا حلوة يا ست البنات، يا متعة للروح والنظر. أولتي بتخبي الغرام الليلة في عيونك ظهر، يا حلوة يا ست البنات، يا متعة للروح والنظر. طولتي بتدسي الغرام الليلة في عيونك ظهر، في نظرتك في بسمتك في خدودك الحلوة الزهر، في نظرتك وفي بسمتك وفي خدودك الحلوة الزهر. خلا أحلى من البنات والله أحلى من القمر. يا حلوة زي ليلة السهاد في فتنة دليت الشعر، يا حلوة زي ليلة السهاد في فتنة دليت الشعر، يا حلوة زي ليلة السهاد في فتنة دليت الشعر. يلا المصور يا ملاك خلاك في أحلى الصور، يلا المصور يا ملاك خلاك في أحلى الصور.
وخلاني تايه في الغرام. راديك شهر ورا شهر خلاني تايه في الغرام. راديك أكثر من شهر اليوم عيوني قالوا لي بحب لك قلبك شعر. اليوم عيوني قالوا لي بحب لك قلبك شعر. خلاك شعلة ضوي نور والله أحلى من القمر. بس خجلانة ليه ايه هالغريب والحب حلال. يا حلوة بس خجلانة ليه ايه هالغريب والحب حلال. يا حلوة بس خجلانة ليه ايه هالغريب والحب حلال. يا سمحة بس خجلانة ليه ايه هالغريب والحب حلال. في نظرتك أجمل كلام دائما تقول للحب تعال. يا حلوة بس خجلانة ليه ايه الغريب والحب حلال. في نظرتك أجمل كلام دائما تقول للحب تعال. بقيت زي زهر الربيع جميلة أحلى من الجمال. بقيت زي زهر الربيع وجميلة أحلى من الجمال. علمتي عيني السهر سهرتي بالمحبوب شهر. علمتي عيني السهر سهرتي بعيني شهر. الليل حبيك بان عليك خلاك أحلى من القمر. زي القمر والله أحلى من القمر. هذه زي القمر والله أحلى من القمر. زي القمر والله أحلى من القمر. هذه زي القمر والله أحلى من القمر. هذه زي القمر والله أحلى من القمر. زي القمر والله أحلى من القمر. تحية لكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. ما زلنا متواصلين معاكم عبر هذا الصباح والصحة والأسرة والمجتمع. تحية لكل انضموا لنا من جديد عبر المتابعة وتحية لكل بتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. أهلا بك مرة تانية دكتورة علاء. يمكن بنتواصل معاك مرة تانية. وقبل ما نسمع اللحن كنا بنتكلم عن المسكنات اللي بتكون هي بتسبب مشاكل مع امراض اخرى زي ما ذكرنا البروفين ممكن يكون عنده مشكله كبيره مع ناس الازمه. فهنالك برضه يعني امراض اخرى ممكن تسبب او تتسبب وتحصل لها مشاكل اذا الشخص يستعمل المسكنات. فممكن نتعرف على هذه الامراض يعني برضه التهابات المعده والتهابات الامعاء ممكن تطور لقرح. خلاص الزول اساسا هو بحس انه معدته ملكلكه فيحاول يعني يتعنى قدر الامكان. خلاص الناس اللي عندهم مشاكل في القلب هي لانها بتزيد سيوله الدم. عرفتي؟ فأسي حاليا هم بيدوا الناس دي الأسبرين لكن بجرعات مخفضة شديدة. يعني ما جرعة مثلا الأسبرين المسكنة العادي 300 ملغرام صح. بيدوا الناس 75 ملغرام لحد 100 ملغرام في 75 في 81 في 100. ده ظريفين شديد للناس الأساسا عندهم مشاكل في القلب في الضغط في السكر. وقلنا قبل إنه هو طبعا بيرفع ليه الكورتيزون
زياده الكورتيزون دي بترفع الضغط وبترفع السكر، وبالتالي ناس الامراض دي كلها مفترض شنو يعملوا حسابهم. ناس امراض الكلى يعملوا حسابهم، ناس امراض الكبد مشاكل الكبد يعملوا حسابهم. والله المسكنات دي يمكن في لحظتها بتشيل لك الالم، لكن لو شفتي الترتيبات اللي بتحصل وراها بديك انا اكبر من الالم اللي عندك. صح كلامك. برضو هنالك اخطاء شائعه يمكن عند استعمال المسكنات، فخلينا من خلالك نتعرف على هذه الاخطاء. في مثلا نظام وحدين يقول لك انا اقوم شنو الحبه دي واحده ما بتعمل اي حاجه قبل اثنين. طيب انت لو ضعفت الجرعه انا اوريك اللي بيحصل شنو. احنا زي ما قلنا قبل انه احنا عندنا مستقبلات معينه الدواء ده بيدخل فيها في الجسم. خلاص انا قمت جبت مثلا الدواء ده 500 ملغ، الحبه دي ما عملها 500 ملغ ساي، ولا الدكتور كتب لي 500 ملغ ساي حسب وزني خلاص، وحسب عمري وحسب الجنس بتاعي انا ذكر ولا انثى. فاي زول عنده مثلا جرعات معينه وحسب طبيعه مرضي خلاص، فالادويه دي عندها حتات معينه بتربط فيها جوه الجسم عشان تشتغل. المستقبلات دي عددها محسوس محسوب، يعني محسوب يعني ما 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 حاجه يعني كميه. فانا كل ما مثلا الدواء جرعته 500 ملغ دي خلاص دي كفايه، اللي بيزيد عنها بيحصل له شنو؟ بيمشي بيدخل في خلايا ثانيه بيقوم بيدخلني في اعراض جانبيه. وبتسهر وقتي ولا لاحقا؟ جزء بسهر وقتي وفي جزء بسهر لاحقا. فانا لما ازيد الجرعه بدخل روحي في زياده الاثار الجانبيه بتاعت الدواء انا اخذته ده. يعني بدخل في اثار جانبيه ليه؟ لانه اساسا انا الجرعه اللي بتكفيني ودي انا اخذتها، الزياده دي كلها بتمشي تربط لي في خلايا ثانيه ممكن تعمل لي مشاكل وتدمر لي خلايا مختلفه. فزياده الجرعه ما حاجه كويسه، دي اكثر حاجه من الاخطاء الشائعه. الحاجه الثانيه انه مثلا الزول يقول لك اخذت فندول وبنادول الاثنين سوا بفرح كده وهمكم فرحان واثق انه خلاص انتصر على الالم. في المشكله وين؟ انه الفندول والبنادول دي يا اما اشتغلوا سوا، اي واحد يشتغل في جهته طبعا، لكن شنو؟ هتزيد الاثار الجانبيه ده لو اشتغلوا. الحاجه الثانيه واحد يوقف الثاني، ده يوقف شغل ده، بيقوا شنو؟ في ده وقف شغل ده والاثنين لا استفدت من ده لا استفدت من ده. الحاجه الثالثه يتفاعلوا مع بعض يطلعوا ليكي مركب كيميائي سام يدمر لك عضو في جسمك. فكونك تاخذ نوعين مع بعض من غير الدكتور ما يقول لك تاخذ النوعين سوا، فدي يعني هو الصيدلي، فدي غلطه كبيره، غلطه كبيره جدا جدا، لا ممكن تقتل عادي نوعين من الدواء مختلفات مع بعض، دي عادي ممكن تدخلك في تفاعل كيميائي غلط حجرك. فعشان كده احسن الزول يعمل حسابه كده. قبل ما نمشي في حاجه ثالثه اي ثاني في انه مثلا في يعني دراسات كثيره بتقول مثلا انه انا مثلا الناس زي الناس بيستعملوا اعشاب، فبياخذ الواحد يقول لك انا مثلا بينفعني شنو، بينفعني العشب الفلاني او القراد شنو كده. الاعشاب دي حق زول فصله من الدواء ما ياخذهم سوا، لانه في حاجات كثيره في دراسات كثيره طالعه انه في حاجه بيتفاعل. في دراسه حاليا بيقول اسبرين مثلا ما بيعطل لي السكري، فالدراسه دي لسه هي ما اتنشرت، لكن شنو في احتمال كبير تكون صح. عرفتي يعني بجرعه عاليه اللي هي 300 ملغ دي، فبرضه زول يعمل حسابه انك تشيل الادويه من الجيران مثلا، او مثلا تقول لا والله الحبه دي نفعتني ورهيبه وكويسه هاك ابلعيها او هاك ابلعها وكده حتنفعك وكده، برضه دي فيها خطوره كبيره لانه انت الدواء ده ما عارفه شنو. دي بالمناسبه مشكله، ودي كمان مشكله وين دي ممكن داخلنا في مشاكل ناس طلبه المدارس. لانه شنو فبتلقي انه الطلب الواحد صح ويجيب له حبه على سنه يقول عندي صداع والله وفتران وكده هاك ابلع الحبه دي، في النهايه ممكن تطلع مخدرات عادي. صح ده بالنسبه للصغار. بالنسبه لنا احنا مع الجيران مع اي حاجه زول ما ياخذ دواء زول ما معروف حيعمل لي حاجه. والحاجه اللي قاعد يعملوها الناس كلهم كسر الحبوب الحبه. يلا انا اقول لك حاجه، في حبوب قابله للكسر وحبوب غير قابله للكسر، بتعرفيها كيف؟ الحبوب اللي ممكن تتكسر بيكون فيها خط في النص خلاص، في واحدين بيكونوا مقسومين نص وواحدين بيكونوا مقسومين على اربعه، ده معناها انت ممكن تكسريهن. الما فيهم الخط ده معناه ما بيتكسروا. ليه؟ احنا عندنا حاجه اسمها مثلا زي حبوب مثلا السكر والضغط كده، في حبوب في نوع حبوب كده بيقول لك الحبوب مثلا بيشتغل 24 ساعة خلاص، بنسميه احنا الافراز البطيء. بدون ما تمشي المعدة مغلفة بكم غلاف، كل جزء منها مثلا قولي تخيلي شكلها جوا زي كأنها ملونة الوان، تخيلي كده يعني هي ما عادة ما بتكون ملونة. فوصلت المعدة طلع منها الجزء الاول الغلاف الاول، ليه؟ لانه بيزوف في الوسط الحمض بتاع المعدة، المعدة ما حامضة صح، طلع عليه الجزء الاول. بتمشي وصلت ال 12 بتمشي لوسط شوية قاعدي، بيقوم شنو بيطلع الجزء الثاني لحد ما الحبه تفرز حته حته، يعني لحد ما تطلع من الجسم كله كله بتاخد يكون أوكي. كله كم ساعه حسب الوسط، هي حسب دراسات العلماء مفترض تكون فيه بيكون طلع جزء منها. صح كده شنو كده بيفضل يستمر معاكم يمكن 24 ساعه. حتى في الحبوب بتاخد كم شهر والحقن عرفتي.
فالدواء ده مصنع بتقنيه في ادويه مصنعه بتقنيه عاليه جدا جدا, بحيث انه معروف بتطلع منها كم ملي جرام في كل كم دقيقه وكل كم ثانيه وبتشتغل كيف. فالحاجه الحبه اللي ممكن تتكسر بيكون معمول على خط في النص, انه دي ممكن تكسرها, غير كده ما تكسرها, هتفقد مفعولها. نعم. طيب دكتور علاء, يمكن نحن اليوم صرنا ضيق جدا, وبما انك انت اديتينا نصايح, كل المشاهدين اللي بتابعوا فينا الان هم فعلا يعني محتاجين للحاجه دي, لانه احنا ما شاء الله في السودان عندنا الزول بياخذ الادويه من غير ما يراعي, لانه ممكن يكون الاثار المترتبه منها شنو. فنحن عايزين نصايح برضو عامه لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الان عشان الناس تقدر تكون يعني ذات صحه سليمه. طيب انا اقول لك حاجه, هو الالم ده ممكن يكون زمان شيء نفسي بالمناسبه. يعني ناس حتى بقول لك مثلا الم الظهر والم اليدين وكده, يعني ولما الم الرقبه لقوا انه 60% منها سبب نفسي. يعني تخيل, خلي الصداع, خلي الفتور, خلي دي كلها, يعني ممكن تقولي بنسبه 90% سبب نفسي. التنشن بتاع الحياه وضغوط الحياه ووضع وضعنا والبلد, ويعني بتلقي انه انت اي حاجه عايزه تعمليها انت بتلاقي فيها كم عقبه. فالحاجات دي احنا عندنا عقلنا الباطن ممكن يترجمها لنا لشكل احساس بالالم. الم في حته, الم في راسك, الم في المعده, الم في المصرانه, يعني حتى الام المفاصل دي ممكن يكون سبب نفسي. فاحنا شنو, احنا يعني في النهايه ربنا قال شنو, قال ولقد خلقنا الانسان في كبد, سبحان الله العظيم. دي طبيعه حياتنا, فالصبر والقران بيساعدونا. يعني زول لو صبر شويه يتحمل الالم شويه مو مشكله, يتحمل شويه. في النهايه الناس تكون على ثقه انه ما لم يكون في مرض حقيقي ما في مشكله, امشي واعمل صور واعمل تحاليل واعمل اي حاجه, مش الحاجات دي نظيفه ما تاخذ مسكن. اصبر شويه, خلاص اصبر, اقرا قران, ما خلاص ما في مشكله عضويه حاصله, هو مجرد الم. حتى انت شايفه في عيادات الالم وعيادات علاج الالم, في يعني موضوع زي ده طالع. انا هي لي زول لو صبر شويه وقرا قران, يعني ربنا ما بيغلبه حاجه, صح, اي حاجه ربنا بيعالجها لك. الحاجه الثانيه, الناس تنام كويس, عدم النوم ده بالنسبه كارثه كبيره خلاص. بس حاليا خصوصا مع الوصايه الجديده دي الناس كلها بقت شنو, مساهره وجار رافضه ده اكبر الم ممكن بواجه الناس كلها. بس فشنو, انت تلقى روحك يعني اليوم ذاته زي النظام مختله, وجعلنا الليل لباسه. فالزول لو نام النوم الكافي الجيد وهو مرتاح, فدي برضو بتساعده شديد. رياضه المشي دي رياضه عظيمه, بتنشط الدوره الدمويه, بتخليك انت تطلع السموم اللي في جسمك. يعني نص ساعه يوميا دي لاي زول مناسبه جدا جدا. فالكلام ده انا كان قلته مره كده, كان عندنا زي محاضره, فقمت قلت لهم المشي, فقامت في واحده قالت لي عليك الله انا ساكه ولادي في البيت اليوم كله, سيده ما مشي ما مشي ما مشي. لازم تمشي اول حاجه بخطوات ثابته, وانت شاده الزول يكون شاده ظهره, او مثلا هو طبعا بيقدر يجري يجري جري خفيف, واللي ما بيقدر يمشي اللهم نص ساعه دي لازم تكون حركه متواصله, يعني صح. ما في يعني باستمرار, يعني في لاين واضح. في ناس اليابانيين والصينيين طبعا ما غلبهم شيء, ناس رياضه اليوغا دي رياضه التركيز. رياضه التركيز دي فيها استرخاء وفيها رياضه. انت بتكون قاعد بوضعيه معينه وبتركز افكارك على حاجه معينه, الحاجات المشتته لك وعامل لك خلل في راسك وعامل لك الحاجات دي كلها, انت ممكن عن طريق الرياضه بتاعت اليوغا والتركيز والتمارين بتاعت التركيز دي انت ممكن تحدد هدفك في حياتك شنو. صدقيني زول لما يكون هدفه في حياته واموره واضحه ما بيشكي من حاجه ثانيه, بيركز على حاجه معينه, صح, ما بينشغل بالحاجات زي دي. اساسا حتى من الحاجات اللي قاعده اقولها انه الزول يشغل روحه بالشغل, يعني ركز في شغلك. حسب انا في حاجه كده حاول يتجاهلها, جاهل شويه, ما لازم ما يمشي ما هي حاجه انا كمان زول حيجي فيها, صح, صح. ماشي, ركز في شغلك, يعني زول يركز في عمله هو بحس بانه بينجز في حاجه, حالته النفسيه حتتصلح, وبالتالي يمكن احساسه بالالم يكون في الحاله دي حاجه جلنا. يعني بيه وغادي يختفي تماما. تمارين التنفس دي اللي هي زول يشيل نفس بالانف, يطلعوا تدريجيا بالفم. التمرين ده برضه بيرخي العضلات شديد. الاستغفار, ذكر الله, يعني في حاجات كثيره في الحياه زول لو ركز عليها ممكن تبعده عن التفكير في الالم والتوتر. وبالمناسبه انت كل ما فكرتي في الالم حتتوتري, كل ما توترتي كل ما هو زاد, صح. نحن نشكر كثير دكتور علاء محمد حمد اختصاصي علم الادويه, سعدنا بك كثير الليله, وبنامل انه نلتقيك في مساحات جايه اخرى. تحياتنا لك مره ثانيه, وصباح الخير. صباح الخير يا ساره ولكل التيم العامل, وانا كمان سعيده شديد باستضافتكم. شكرا ان شاء الله يا رب. شكرا لك. مشاهدينا في كل مكان, ما زلنا متواصلين معكم, اكيد مساحاتنا متواصله معكم, تابعونا نهدي لكم اللحن الجاي ونرجع نتواصل معكم بفخر اخرى, كونوا متابعين.
ناس الحلة جوني مرة كلموني مرة علموني ناس الحلة جوني مرة كلموني مرة نوموني مرة قالين هدولي من الزول ده لا ما هدولي لا ما هدولي ناس الحل يوني مرة كلموني مرة لوموني مرة حلموني مرة حلموني مرة تكلموني راضي تكلموني راضي تعلموني يلبي تكلموني راضي تكلموني راضي تعلموني للنار سلموني 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 وخلوا الزول دلع ما تبكوه لا 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 ما تبكوه اخواني البيجوني بنير انسجوني عارفين كيف جنون اخواني البيجوني بنير انسجوني عارفين كيف جنوني بديكم عيوني اديكم عيوني بديكم عيوني بديكم عيوني بس لا تحرموني بديكم عيوني بديكم عيوني اديكم عيوني وديكم عيوني بديكم عيوني وخلوا الزول دلع الدنيا ونسيمة والآخرة ونعيمة الدنيا ونسيمة الآخرة ونعيمة رب الناس حليمة بطيل الهليمة بطيل الهليمة بطيل الهليمة بطيل الهليمة بطيل الهليمة 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 هليمة دايروا بالقسيمة واوعى تقولوا لا بتنومي في الدمعة تعومي عيني الما بتنومي في الدمعة تعومي روحي الما بتدومي زي الطير زي الطير تعومي 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 ¡Gambito!